لقد ظل الدرك الوطني دوما مواكبا لكل المتغيرات المستجدة ومحافظا على موقع الريادة لمزاولة مهامه في حفظ الأمن العام والتصدي لكل أنواع الجريمة ومحاولات الإخلال بالنظم والقوانين التي تسير حياة الأفراد وتصون حرمتهم وتحفظ كرامتهم، هذا بالإضافة إلى الدفاع عن الوطن. لهذه الضوابط التي اختطها الدرك الوطني كنظام عمل ومنهج حياة، عمدت القيادة العامة للدرك إلى إعادة النظر في الهيكلة العامة للمؤسسة على عموم التراب الوطني، وذلك بغية إكساب أفراد الدرك كل مقومات النجاعة والفاعلية وجعلهم في مستوى التعاطي الإيجابي مع جميع التحديات الأمنية والجاهزية التامة لمواجهتها بحزم ومهنية عالية. وهكذا يزاول الدرك الوطني وظائف الشرطة الإدارية والقضائية والعسكرية، وهو ما يجعله بحق نقطة الارتكاز وقطب الرحى في منظومة الأمن الشامل للبلد. وتتكون مؤسسة الدرك الوطني من قيادة عامة للدرك وتشكيلتين كبيرتين تشكلان معا القوة الثابتة والمتنقلة للدرك الوطني. هاتان التشكيلتان هما الدرك الإقليمي والدرك المتنقل، بالإضافة إلى العديد من الوحدات المتخصصة. تتكون قيادة أركان الدرك من عدد من المكاتب والإدارات الفرعية المكلفة بإنجاز كل المهام ذات الصلة بعمل قائد الأركان، وتشكل هذه المنظومة الإدارية برمتها سندا ودعما للقائد في مهامه القيادية والإدارية. وبفضل تركيبتها التي تضم بالأساس عددا من الضباط وعناصر الدعم، تتولى قيادة أركان الدرك الوطني مركزة المعلومات والمساعدة في اتخاذ القرارات والتنظيم والبرمجة وإصدار الأوامر ومتابعة تنفيذها ومواكبة الأحداث واستخلاص الدروس والعبر من كل ما يجري في الوطن. ويضم الدرك الإقليمي الوحدات الترابية، وتتمثل مهامها في حفظ الأمن العام على عموم الحيز الترابي التابع لها، وسعيا إلى النهوض بأداء هذه الوحدات وسرعة تدخلها في الزمان والمكان، عمدت قيادة أركان الدرك إلى إجراء تقطيع ترابي إلى 4 نواحي، هي الناحية الشمالية والناحية الوسطى والناحية الغربية والناحية الشرقية. وتنقسم كل ناحية من هذه النواحي إلى كتائب، وتتكون هذه الكتائب من مجموعة من الفرق والمراكز. الوحدات المتنقلة هي التشكيلة الثانية في مؤسسة الدرك الوطني، وتعتبر هذه التشكيلة قوة متنقلة مكلفة بالأساس بضبط الأمن وحفظ واستعادة النظام كلما استدعت الضرورة ذلك. وتتكون هذه الوحدات من مجموعة من السرايا ولها صلاحيات التدخل على امتداد التراب الوطني، وتشكل هذه الوحدات احتياطا للحكومة من أجل حفظ النظام والدفاع العمليات عن التراب الوطني. ويضم الدرك الوطني عددا من الوحدات المتخصصة، ومن ضمن هذه الوحدات تجمع سرايا الأمن والمرافقات، وهو تجمع مكلف بخدمة الشرف ومرافقة رئيس الجمهورية وضيوف البلد من الشخصيات الهامة. تجمع الأمن والتدخل، ويمثل وحدة نخبة في الدرك الوطني، وتتركز تدخلاته على المهام الصعبة والبالغة الخطورة ومحاربة الإرهاب وحماية الشخصيات وتأمين المناطق الحساسة. تدمير السلال. تدمير السلال.
صدق صدق. سرية أمن الطرق وتعنى هذه المكونة بالمراقبة والتأمين الدائم للطرق وتسهم في محاربة الهجرة السرية والإرهاب والجريمة المنظمة. الفرق البحرية وتتولى بالإضافة إلى المهام التقليدية للدرك مراقبة وتأمين شواطئ السواحل الموريتانية والمشاركة المعتبرة في مكافحة الاتجار غير الشرعي والهجرة السرية ومختلف أشكال التهريب والجريمة المنظمة. كتيبة النقل الجوي تتولى هذه الكتيبة بالإضافة إلى المهام التقليدية للدرك الوطني أمن المطارات الوطنية والمنشآت الداخلة في هذه المطارات وضبط جميع المنافذ المؤدية لأرضية المطار ومتابعة النشاط العام وحركة المسافرين. مجموعة الكلاب البوليسية للتدخل والبحث تعتمد هذه المجموعة على قدرات الكلاب الخارقة في الكشف عن المستور وتوظيف حواس الكلاب المتوثبة في رصد المخبأ من المواد المحظورة كالمخدرات والمتفجرات وكل المعدات التي يمكن استغلالها في مختلف الجرائم والعمليات الإرهابية. فرقة الجمارك وتسهم هذه الفرقة إلى جانب الجمارك في مهام البحث وقمع المخالفات الجمركية التي تستدعي وجود ضابط في الشرطة القضائية. ونورا لتلازم البعدين المهني والاجتماعي وانطلاقا من حقيقة أنه بقدر ما يعيش الدركي عيشة هنيئة بقدر ما يكون عطاؤه في العمل وأداء الواجب أحسن، ركزت قيادة الدرك على الجانب الاجتماعي من منطلق موضوعي وهو أحقية من كرسوا وقتهم وحياتهم للخدمة في الحصول على الدعم والمرافقة لمجابهة أعباء الظروف المعيشية. وهكذا جاء إنشاء الصندوق الوطني للدركي تلبية لهذا الغرض، ويلعب هذا الصندوق دورا اقتصاديا هاما ويوطد اللحمة بين المؤسسة العامة للدرك وعناصرها، ويشكل صندوق الدركي أداة فعالة لخلق جو من الطمأنينة والارتياح بين أفراد المؤسسة، ويوفر القروض وييسر الحصول على المواد الاستهلاكية بأسعار في متناول القدرة الشرائية. الدرك الوطني يمثل اليوم إذن المؤسسة الوصية على أمن المواطن ومصالح الوطن، وتنفذ مهام بسط الرقابة التامة والشاملة على التراب الوطني، وهي بذلك المؤسسة الأمنية التي تشكل رجع صدى لكل استغاثة أو نجدة يطلبها المواطن من أي نقطة من الوطن. وقد أملت ضرورات تأمين كامل الحيز الترابي للبلد ومواصلة مهام المراقبة والمتابعة والاستعلام على امتداد هذا الحيز المترامي الأطراف طيلة 24 ساعة على 24 ساعة، أملت هذه التحديات إذن إعادة تنظيم سلسلة القيادة، وذلك بهدف توضيح مهام وأدوار مختلف الرتب القيادية التي أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى مطالبة وفق خطة العمل الجديدة لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة في تنفيذ مهامها الميدانية. هذه الهيكلة الجديدة لمؤسسة الدرك والتي ترافقت مع جهد موازن لتحديث وعصرنة قطاع الدرك والإرادة الجادة للقيادة العامة لبناء درك عصري وفعال ومتجه نحو المستقبل. كانت هذه الهيكلة إذن ثمرة لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي ما فتئ يعمل على تطوير أداء القطاع ورفع مردوديته الأمنية كخيار استراتيجي أساس. وخلقت هذه الهيكلة اليوم ما يشبه الوثبة النوعية للمؤسسة في جميع المجالات، وثبة أصبحت
تجلياتها على أرض الواقع واضحة، سواء تعلق الأمر بتنظيم وضبط مؤسسة الدرك أو بالنهوض بأدائها وتحقيق الكفاءة العالية في هذا الأداء. وهكذا سيبقى الدرك الوطني وحدة بشرية متماسكة وحيوية تجمعها أخوة السلاح ويؤلف بينها النظام والانضباط، ووفية لشعارها المجيد العمل شرف والقانون دليل.